الاستاذ احمد افزان قبل الدعوه لعده مرات، لهذا اذاعه الدهش تشكره ونترك له الخط لكي يعرفنا ويعرفكم بنفسه. فتحيه الاستاذ احمد افزان لكم الخط. الله يبارك فيك عبد الربي. احمد افزان صحفي منذ 1965، اشتغلت في عده منابر صحفيه واعلاميه، بدءا من 1965 كانت في منطلقه بجريده الانباء الحكوميه، ثم العالم، ثم الاوبينيون وجرائد اخرى، ثم كنت من اوائل اللي اشتغلوا في اذاعه طنجه المتوسط، كنت اقدم الاخبار وبرامج واشياء اخرى. اذا بالتالي بعد اذاعه طنجه المتوسط عملت مجلات ثم عملت جرائد، والان انا في اذاعه طنجه اذاعه طنجه هي تديرها مؤسسة ميناء طنجة المتوسط، وأقدم برنامج اسمه مغاربة العالم. هذا البرنامج أقدم فيه شخصيات مغربية ناجحة مؤهلة، كفاءات مغربية في مختلف أنحاء العالم، وأكلمها للمستمعين، وهذا للتعريف بالكفاءات المغربية في العالم. ويوم بعد آخر أتأكد أن المغرب عنده مهارات كثيرة، عنده كنز ثمين اسمه مغاربة العالم. وإلى الآن ما زلت أقدم هذا البرنامج. وبالطبع فكل مغاربة العالم يعرفونكم أستاذ ويكنون لكم الحب. فيا حبذا أستاذ، وبما أن موضوعنا المحوري هو البيئة، وبما أن غدا هو اليوم العالمي للمرأة، فالحقوق مكملة للبيئة والعنف هو ملوث للبيئي، فيا حبذا لو تحدثنا في الموضوع بعض الشيء أستاذي. يعني عندما نتكلم عن المرأة فنحن نتكلم عن الإنسان، والإنسان يساوي إنسان. الرجل من المفروض أن عندنا نحن أيضا يكون عنده مساواة تامة في الحقوق والواجبات مع المرأة. المرأة مساوية للرجل في كل شيء بما فيها الإرث، أن المرأة تساوي الرجل، الحقوق والواجبات تساوي الرجل، مساواة تامة. هذا رأيي هو هذا، لأن المرأة هي مع الرجل يكملان بعضهما. والمرأة التي لا تشتغل في إدارة ولا في شركة ولا في كذا، فهي تشتغل في البيت، ومن حقها أنها تكون عندها حقوق تماما مثل الرجل، لأنها تساهم في الاقتصاد للبيت، تساهم في بناء المنزل والتربية، يعني هذا شغل، ويجب أن يعترف بهذا الشغل القانون المغربي اللي احنا فيه. نحن تحت غطاء القانون المغربي، القانون يجب أن يكون يعني يعترف للمرأة بحقوقها وواجباتها. فلما كنتكلموا على العنف، تجبتي العنف، قضية العنف، العنف راه يعني أبدا ممكن يتعمل. العنف لا يقبل، لا تقبله أي قانون أي قوانين، كل القوانين ترفض العنف، لأن العنف كتعني العنف يعني خلل تواصلي، خلل في التعامل، خلل في التفكير، خلل في كل ما هو تواصل وكل ما هو إنسان. الإنسان يجب أن يحترم نفسه ويحترم الآخر باش يقدر تكون إنسانيته في المستوى الحضاري المطلوب. أما من يعنف المرأة فهذا ماشي إنسان، هذا كيقوم بعمل انت سميتيه تلوث، وهو تلوث كبير بزاف. هذا سلوك تلوثي، هذا تواصل تلوث ملوث. ولذلك لكي يكون التواصل يعني متوازنا، ويكون التواصل فيه اخذ وعطاء، وفيه يعني تقدير واحترام ومحبه وسلوك يعني مقبول حضاريا، يجب ان لا يجنح اي منهما الى ما سميته انت بالعنف. العنف لا مكان له في العلاقات الانسانيه. نعم.
بالطبيعه بحال ما كتقول كتكلم هذه العمليه بسميتو بسميتو باش نقول لك بالبيئه. فالبيئه ستوازن، البيئه يجب ان تكون طبيعيه وان تكون كتعطي الاكسجين، كتعطي الحياه، تساهم في جعل الانسان انه يستنشق الحياه. ولذلك كيخص البيئه تكون متوازنه، ما يكونش فيها خلل. عندما يكون خلل هنا كيقول كتكلم عليه وكتقول انه راه كاين خلل لما كتكون المراه ما كتاخذش حقوقها. والحقيقه انه مساله ديال المراه ما تيخصهاش تكون مره في السنه. هيك يعني بحال اللي كنتكلموا على البيئه مره في السنه، نهار 5 جونفير 5 جوان يعني اليوم العالمي للبيئه، اليوم كذا للبيئه. لا يعني تيخص الاعتراف بالمراه على مدار السنه، وكل يوم اعتراف بالمراه بحقوق المراه. خصنا نكونوا احنا متحضرين سلوكيا، متحضرين انسانيا، متحضرين كبلد. نعم استاذ. هو الامل ديالنا ان بلدنا مستوى بمستوى الدول المتحضره اللي كتعطي المراه حقوقها. لان المراه اذا لم تكن سليمه، اذا لم تكن المراه سليمه في عقلها وفي نفسيتها وفي تعاملها داخل المنزل، ما غادي يمكنش تعمل تربيه. المرأة تربي أحسن تربية لما كتكون في وضعية إنسانية تواصلية سليمة. وهذا اللي تيخصنا، أن المرأة تاخذ حقوقها كاملة وتكون المرأة في كامل قواها العقلية والعصبية والنفسية، بحيث أنها يمكنها أن تقوم بواجبها وبدورها الإنساني داخل المنزل مع المجتمع في المدرسة في المؤسسة، إذا كنت تشتغل في مؤسسة أو في عملها إذا كانت في حقل من الحقول أو في شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسة. نعم. لازم تكون وضعيتها سليمة، وضعيتها في منتهى الاحترام والتقدير. هنا تكلمتم أستاذ عن علاقة الرجل مع المرأة، يعني الجانب الإنساني، ونحن نعلم أن حتى الدول المتقدمة المتحضرة لا زالت قاصرا في تشريعاتها نحو المرأة، فهناك حيف كبير نحو المرأة في العنف الاقتصادي، حيث نجد أن دائما المجتمع ذكوري. فما هو السبيل إلى حل هذه الإشكالية؟ إشكالية المجتمع الذكوري وإشكالية المرأة في العمل. فالمرأة نجدها دائما أدنى درجة، ولو أنها قد تكون رئيسة قسم، ولكن تبقى في بعض المسائل أدنى من بعض الموظفين البسطاء في بعض الحقوق. فما السبيل إلى جعل المسائل مساوية؟ ونعود إلى مسألة البيئة من بعد. أوكي. بالنسبة للمرأة يجب أن تكون مساوية 100% مع الرجل، ما كاينش هي أقل ولا أكثر. لما ولكن مع الاسف الثقافه العربيه والثقافه المغربيه والثقافه حتى العالميه نفسها راه مرات من المراحل اللي هي تعتبر ان الكلمه للرجل والمراه كتجي في المرحله الدونيه. وهذا غلط كبير، هذا غلط حضاري. كاين الدول المتقدمه او الدول المتحضره تداركت هذا الخطا وخلت الناس انها تتعامل مع الانسان. المراه انسان والرجل انسان، انسان مع انسان، تعامل انساني. نعم. احنا مازال عندنا العقليه ديال ايوا هذاك الراجل خوك، راه الراجل خوك هو كذا شيء، وكيعلموا الطفلات من الصغر انها يجب ان تعتبر ان اخاها هو اكبر وهو الاحسن وهو الافضل، وهي في مرحله دونيه. وهذا غلط، هذا غلط كبير. ما يمكنش تربى الاجيال القادمه بهذه العقليه الدنيا ان انت هي احسن من هو احسن منك. ما يمكنش شيء، ما كاين شيء. وحنا الان كنشوفوا في دول متحضره ان المراه كتقوم بمهام كبيره جدا. كاين نساء اللي هما في البرلمان، في طبيعه الحال في التعليم، في الجامعات، في القضاء، في مهام كبيره ومهام حتى دبلوماسيه وغيرها، يعني عندهم مكانه كبيرة جدا. ويجب على الناس انها تعي ان المرأة تستحق كل احترام وتقدير. بالطبع استاذ، هنا حينما يتم.
هذه مسألة وعي. المجتمع خصو يوعى، والدولة يجب أن تعي ويرد عليها. يجب الدولة، ما هو دور الدولة؟ دور الدولة هو أن تحمي الحقوق والواجبات، أن تحمي الطفلة وأن تحمي الطفل، هذا من حقوق الطفولة، الطفولة المتساوية، وكل المرأة التي تساوي الرجل، باش يمكن يتنشا عندنا مجتمع في كامل قواه العقليه والعصبيه والنفسيه والانسانيه متوازن، مجتمع متوازن، ماشي مجتمع في خلل. الاسره اللي فيها خلل ما يمكن لهاش تربي اطفال، ما يمكن لهاش تربي مجتمع وتكون مجتمع وتكون حتى بلد، ما تستطعش. كيكون بلد عنده مجتمع في خلل، هذا ما يمكنش تمشى الامور هكذا. اذا كان عندنا خلل بين خلال بين الجنسين، ولا خلال بين اعتبارات اخرى قبليه وغيرها وغيرها، ما يمكنش الامور تمشي بهذه الصفه. يجب ان يتساوى فيه الناس امام الحقوق والواجبات. نعم استاذ، مساله البيئه هي مساله جد معقده، فهناك الجانب الايكولوجي اللي هو الطبيعه وما شابه، وهناك الجانب السلوكي. حينما نتكلم عن السلوك فدائما السلوك يؤدي بكوارث للجانب البيئي اللي هو الطبيعة اللي كنقولوا الإيكولوجي. إذن فالبيئة ديالنا ولا حتى الشارع فهو شارع مزيانش، هناك كلمات نابية نسمعها عند كل حدب وصوب، فهل هي أزمة تربية أم أزمة وعي أم الموروث، الموروث الثقافي والموروث ماذا نسميه الإرث، الإرث ديال الشارع، يعني ثقيل، ما قدرناش نخرجوا من هذه الدوامة ديال العنف اللفظي اللي كيتمارس ولو بين الأصدقاء عن طريق الضحك، وهو في حد ذاته عنف، عنف سواء هناك ميزة عنصرية حينما ينادي صاحب بشرة داكنة بالحطاني، فهذا عنف في حد ذاته. فما السبيل إلى تدارك هذه الأغلاط المجتمعية الكبيرة الكبيرة؟ فحينما نجد الشارع بكل الكلمات القادحة ففعلا شيء مخرج. يا أستاذ عبد العلي المحترم العزيز، هذه قلة أدب. مجتمع اللي كيخاطب ولاده وخوته بهذه التعابير القدحية، هذا مجتمع خصو إعادة النظر، بحيث أنه الأطفال يبدأوا في المنازل العنفوصة للعائلة، أن العائلة تقوم بواجبها في حسن تربية أبنائها وبناتها، وأنها تعلم الأطفال أنه لا فرق بين الناس، كل الناس سواسية، كلهم من أسرة واحدة، من وطن واحد، تحت سماء واحدة، وإله واحد، ومجتمع واحد، وكل شيء يتعلم الطفل وهو داخل البيت أن الناس بحال بحال، ماشي شي واحد أحسن من الآخر أكبر من الآخر. هذه الفوقية وهذه الدنيا هذه خصها تزول نهائيا في التربية بدءا من الأسرة. ولما الطفل يمشي إلى المدرسة يوجد نفس التربية للتساوي أمام القانون، التساوي أمام التعليم، وكل شيء خصو يتعلم، كل شيء خصو يقرأ، كل شيء خصو يكسب مهارات. نعم. بالتالي كتولي هذي أمام المعرفة، أمام التربية، أمام السلوك، أمام التواصل، كيولي التساوي في المدرسة. من بعد كيمشي الإنسان إلى الشارع وكيوجد أن الناس كيحترموا. واحد الوقت يعني إحنا الجيل ديالنا راه ماشي بحال، اسمح لي، ماشي بحال هذا الجيل اللي كنشوفوا دابا الآن. الجيل ديالنا راه كانوا الأسرة كتربي، ولكن حتى الحي ولا الحومه اللي كتربي، ولا الجيران اللي يقول الولد ولدي رد بالك لهذه ولا هذه ولا هذه، كيوجه وكينصح. العم الخال فينا هو العم الخال الان؟ فينا هو اللي خصو عليهم واجب المساهمه في تربيه الاطفال؟ وكانوا الاستاذ والمعلم هو كيربي. احنا الان بحاجه الى اعاده النظر في المساله واحده،
وهي التساوي بين الناس. نعم أستاذ. كيف؟ واضح أنه الناس يعني سواسية كأسنا المشط. أستاذ. بحال بحال. ما تكون عندنا العقلية ديال التساوي نستطيع أن أنه يكون عندنا سلوك متساوي وبالتالي تواصل ديال التساوي. واحترام. أستاذ صعيب نتكلموا على المساواة في مجتمع طبقي حتى في مسائل المدرسة. هنا كنلاحظوا أن المؤسسة المنزل تخلات عن الدور ديالها أمام الهيمنة الشارع، وكنلاحظوا أن المدرسة في حد ذاتها منهارة. فهما جوج ديال لي بيلي اللي مشاو للمجتمع، يعني جوج اللابينات اللي سقطوا، كاينه الأسرة وكاين المدرسة. فشنو بقى لهاد الاطفال القادمين؟ فهل يجب اصلاح المدرسه والمدرسه بحق براسها مخترقه ببعض الايديولوجيات الهدامه اللي، والحاله ان حتى الاستاذ ما بقاش كيتحترم، لان الاساتذه منين زادت بعض الاساتذه جعوا مقاولين تخلاو على المدرسه، فهناك عده يعني الخلل عام، فكيف تدارك هذا؟ يا أستاذ يا خي عبد العالي، وأين هو المسجد التربية؟ كين هو المسجد؟ التربية المسجد لا يربي. أنا قريت في الجامع وحفظ الله القرآن وبزاف ديال الحاجات تعمل اللي يقدر يعملها المسجد، ولكن المسجد اسمح لي كيعرف الفقيه يهز العصا ويلقي يضرب. العنف 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 اللي في المسجد وسوء التربية وسوء السلوك اللي كانوا يوجدوه داخل المسجد والعدام التربية، هل المسجد يقوم بالدور التربوي المنوط به؟ ما معنى المنوط به؟ ماشي هو العبادة، أن تعبد وتصلي وتدير، ولا سيدي ماشي هو هذاك، كاين الفرق بين العبادة على الرسول، ولكن هذه العبادة مسألة شخصية، كيخص إلى جانب العبادة كاين حاجة أخرى، ربي كيقول لك أفلا تعلمون، اعمل فسيرى الله عملكم، دين 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 سلوك عمل، ولكن احنا هل نربط يعني العباده بسميتو بالسلوك؟ لا ما كتعمل شيء، مادام ما كتعمل شيء ما غادي يمكن شيء احنا يكون عندنا حتى يعني انها ان ماشي اللي مهم هو انه السلوك خصو يكون ماشي غير فقط يعني مساله ديال العباده، انا كنصلي وكنصوم وداك الشيء هذا هذيك امور شخصيه، ولكن اللي هو عليك واجب هو السلوك العمل. وكاين حاجه اخرى هو العقل، كيقول لك التعليم كيعلمك كيفاش تكون متعلم، ولكن يعني الشهاده كتعني انك متعلم، كما كيقول اينشتاين كيقول لك ان الشهاده اللي خديتي كتعني انك متعلم، ولكن ما كتعني شيء انك فهمتي متقن. هنا كنشوفوا انه العقل، اين هو العقل؟ القران نفسه كيقول لك لما كنتكلموا عن الجين كيقول لك انه افلا تعقلون. القران بزاف ديال الحاجات، راه كاين شي 48 49 ايه في القران اللي كتكلم على العقل. اذا فين هو العقل؟ في التربيه. فين هو العقل؟ في السلوك. حسب ما استنتجنا من حواركم فالخلل في الشخص في حد ذاته، لانه ليس مسؤول عن نفسه، فكيف يكون مسؤول امام المجتمع؟ الخلل في الاشخاص، اذا على كل شخص ان يعيد النظر في شخصه. وهنا يعني ملي كيكون الانسان مسؤول نحو نفسه ونحو المجتمع، يعني انسان اللي هو واعي، انسان اللي متحكم في القدرات ديالو، انسان اللي ما منفصلش. هنا ملي كنشوفوا المجتمع ديالنا واللي عاناه في واحد المده معينه، يعني كنلقاو الانسان فاقد الثقه ديالو في نفسه، وبالتالي كيحكم على الاخر من خلال ذاته، واللي كيزيد الطين بله ان مجتمع يصير نحو الحائط في انعدام التربية، انعدام الأسرة، انعدام المدرسة، الشارع بكلمات النابية، بالجرائم اللي بدات كتكثر، إلى أين نحن سائرون؟ اللي تيخص اللي هنا، هنا كاين واحد الحلقة ما كايناش ويجب أن تذكر، وهي هذه الحلقة المفرغة اللي ما كايناش،
هو القانون. ما دور الدولة ومؤسسات الدولة إذا ما كانتش هي الحريصة على أنه ما يكونش خلل توازنات اجتماعية، ما يكونش خلل، يعني بحيث أنه عندنا قانون خاص بالطفل يجب أن يطبق، قانون خاص بالمرأة يجب أن يطبق، حقوق الإنسان يجب أن يطبق. لما كتطبق هذه الأشياء اللي هي أساسية بالتعاملية وبالاحترام الواجب من قبل الجميع على الجميع، أن الإنسان يحترم الإنسان مهما كان بغض النظر عن جنسه ولا من قبيلته ولا هم وشكون هما ولا من البلد اللي جا منه، كل واحد كيكون معنا على أرضنا على أرض وطن هو قونا وهو يستحق الاحترام ويجب أن نحترمه ونقدره وتكون عنده ينطبق عليه القانون اللي كيطبق علينا. هذا هو هكذا تنشر الأمور. أما نجي ونقولوا أنه لا القانون يطبق على هذا وما يطبقش على هذا ولا هذا ترى هذا الكلام فعلي. ولذلك يخصنا نوصلوا إلى أنه القانون فوق الجميع، ماشي واحد فوق القانون ولا فوق القانون، قانون فوق الجميع. فلما يكون عندنا قانون يحترم الإنسان، يحترم حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق الشجرة، أنت كتكلم على البيئة، حقوق الهواء، حقوق الماء، وداك الزحف العمراني ما يكون شيء، هذا ديالنا هذا ماشي ديالنا، هذا يبني عمارة هذا ما عندوش تبركة، لا يعني كاين خلل كيكون عندنا خلل، لأن القانون لا يحترم بطبيعة الحال. احنا تكلمنا على الأسرة، احنا تكلمنا على الأسرة، هي الأسرة والمدرسة هي المدرسة، المؤسسة هي المؤسسة، هي القانون اللي غادي يحص ويسيج هاد المؤسسات التربوية. شنو هو القانون؟ هو كاين راه موجود، كاين دستور، كاين قوانين، كاين القانون الجنائي، القانون الجنحي، وقوانين ديال البيئة وقوانين وغيرها، ولكن التطبيق احنا كنرجعوا ليها بحال العبادات. يقول لك انه انا الدور ديالي انا كنصلي وكنصوم مزيان، هذه عبادة، هي العمل خير والعمل والاحترام ديال الاخر. احنا وصلنا الى نفس كذلك كنوجدوها هنا ايضا، هذا السلوك اللي خصو يكون سلوك احترام، يكون فيه خصنا نتعلم الاحترام. ومن يعتدي على المرأة يعاقب، من يتحرش بالمرأة يعاقب، من يفعل كذا وكذا كاين القانون. القانون هو اللي كيخلي انه الناس كتحترم بعضها، بدون قانون ما يمكنش تكون المؤسسات ديال البلاد، ما يمكنش تكون أسرة، ما يمكنش يكون تواصل. القانون ضروري وخصو يطبق، اذا لم يطبق راه بحال الا كنطبرو وكنغيطو في الخوار. اذا من الصغيره على تطبيق القانون، ونعرف بان نواب الامه وممثلين الامه هم المسؤولين اولا واخيرا عن التشريعات، عن مقترح التشريعات، وعن تطبيق ما سن من قوانين. فهل هذه الفئه اعتذر استاذ لم اسمي من السؤال، فهل هذه الفئة من المجتمع أي المسيرون المنتخبون هل هم مؤهلون حسب رأيكم أستاذ؟ ليسوا مؤهلين لا فكرا ولا عقلا ولا أخلاقا. هادو ناس ما يستحقوش يكونوا في البرلمان، ما يستحقوش يوصلوا إلى الحكومة، ما يستحقوش يقودوا الأحزاب، لأن الأحزاب خصها تؤطر، ومن يؤطر يجب أن يكون هو نفسه مؤطر. هل الأحزاب تقوم بواجب التأطير؟ هل تعلم الناس كيفاش أنها تكون متطوعة من أجل المصلحة العامة، متآزرة من أجل المصلحة العامة، تخدم المصلحة العامة؟ واش كاين عندنا التكوين في الأحزاب؟ ما كاينش. علاش؟ كاين عندنا المحسوبية الزبونية، كاين عندنا الريع، أعطيه سميتو الرملة وذاك الأمور اللي هي يعطيه الأراضي، العقار، يأخذ ما يخلص حتى حاجة، كل شيء ديالو ما يمكنش هاي الأمور تمشي هكا، ما يمكنش. ولذلك بحاجة إلى برلمان حقيقي، ولكي يكون عندنا برلمان حقيقي خص تكون عندنا أحزاب حقيقية، وباش تكون عندنا أحزاب حقيقية خص تكون عندنا انتخابات حقيقية، وما تكونش انتخابات مزورة،
هذه والاحزاب اللي ما كتخلي ما كتعطيش الرشوه للناس باش 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 هي تنجح وتطلع. ولما تطلع خص يكون عندها اختيار ديال حكومه في المستوى وتخدم المصلحه العامه، ماشي حكومه كتطلع لنا بجوج قوانين كل عوجه. فين هي القوانين اللي تعملت 20 عام و30 عام و10 سنين وهذا؟ جات حكومه جديده عاود دارت قوانين اخرى ولات كتخرمز. لما جات هذه كورونا ولينا كنسمعوا شي تاويلات وشي تفسيرات ما عندها حتى شي راس مرجلي، ولينا كنشوفوا انه هي القائد الدستور المغربي ماشي في اتجاه وهما ماشي في اتجاه معاكس. يمكن شي الامور تمشي هكذا. خصنا فعلا تكون عندنا دوله ديمقراطيه، ولكن دوله ديمقراطيه فيها مسؤولين مستوى المسؤوليه. بغينا بلادنا احسن بلاد وبغينا مسؤولين ديالنا يكونوا انزه مسؤولين. ما يكونوا في ناس كتفات شفاره لا تشفرت لا. استاذ بالنسبه للمغرب انه احسن بلد من حيث كل شيء احسن بلد الا من حيث التسيير ومخلفات التسيير فهو من أسوأ البلدان. فالاشكال الاشكال التسييري، ونحن عندنا ثروه حزبيه تنهب ثروه البلد. يعني الثروه الحزبيه عندنا 60 حزب والميزانيات تنهب، وبالتالي تضيع امور المواطنين بين مصالح الاحزاب. فالبلدان الديمقراطيه، فهل نحن حقا بلد ديمقراطي ب 60 حزب؟ لا، فالبلدان الديمقراطيه لا تتعدى 5 احزاب ان كثرت، والا فثلاثه لا اقل ولا اكثر. ولكم الكلمه استاذ في هذا الجانب، يدور البيئه هذه البيئه الحزبيه المريضه. الكونيكسيون استاذ، الصوت كيتقطع عندكم. تكلم. الكونيكسيون عندكم ضعيفة. تقريبا هذه دو تحال، يعني ما عندك مكان تقطع، عندك حيط محيطة تطبيع بس ديال الحيطة. أستاذ